عايشين فابور واكلين البلاد واكلين كيما بغاو، ما خدامينش كيمشيو عا كينعسوا في البرلمان ما كيديروا حتى. فين عمرنا شفنا شي برلمان يجي عندنا كاع من كنتخبوا عليه وما كيدورش عندنا كاع؟ اش غنديروا ليه؟ ما عمرنا شفنا شي واحد كمارته كيديرها، كنشوفوها في التلفزيون. الدائره ديالنا حنا ما عمرنا شفنا شي واحد عندنا كاع نهائيا. انا بالنسبه لي كون حيدوا البرلمان ما عندنا ما نديروا به، يبقى خدام على احنا. ملي كانت لا حكومه لا والو كان سيدنا خدام معنا بخير وعلى خير. ملي جاوا رجعوا ثاني راه حنا غادا قضيه مفلسه. اولا خاصنا نعرفوا شنو هو الدور ديال البرلماني. البرلماني هو كيكون واحد المنتخب، ينتخب من طرف الشعب من اجل تمثيله في تسيير الشأن العام. ولا هذا البرلماني طلع هو عمل تطوعي، ولكن البرلمانيين كذلك لهم التزامات، ولكن ملي كيبغيو يدخلوا البرلمان كيكونوا انهم خاصهم يتقدموا الاستقالات ديالهم من المؤسسات العموميه بحال كانوا اساتذه، الا كانوا عندهم شي شركات في اطار ازدواجيه المهام او استخدام السلطه مع المسؤوليه اللي هي كتحتم الدوله ما خصهاش تكون. وحنا ماشي كنشوفوا برلمان، الان حنا كنشوفوا وزراء دايرين تزاوج ما بين السلطه وما بين المال، وهذا الشيء اللي خلى مجموعه من المشاريع التنمويه ما تجيش في البلاد. الا كنا حنا اليوم بغينا البلاد ديالنا تزيد لقدام، البرلمان اللي كيطلع او كينتخب او كيمشي عن طريق شي حزب معين وكينتخب عليه الشعب، كيؤدي المهمه ديالو ديال 5 سنين، كتسالي المهمه ديالو، ما خاصو ياخذ لا معاش لا تقاعد لا والو. التعويض ممكن، التعويض في اطار المسالات اللي كيمشي والديبلاسمون وداك الشيء، ولا التعويض على المهام ديالو ممكن ياخذها، ولكن كانه فاش يخرج ومبقاش باغي الشعب وما كيصوتش عليه ويجي ويعاودوا يعطيوه المعاش، فهذا نحن ضد هذا. لانه لا كان غيديروا هكا، لكن مجموعه الناس اللي قدموا خدمات جليله للوطن وما تعطاهمش المعاش وما تعطاهمش اللي تعطى البرلماني. البرلماني كيدوز فتره ديالو مده 5 سنين، دار فيه الشعب الثقه، من تفقد الثقه ديالو كيجي عاود يترشح ثاني بحزب اخر او بنفس الحزب وما صوتوش ليه، يعني ما كيبقى يتسال والو لا مع الدوله لا مع المواطن. اليوم حنا ملي كنقولوا برلماني عايش فابور، حنا كنعرفوا كاين البرلمانيين كاع ما محتاجين الفلوس، ولكن كيدوزوا صفقات. كاين البرلمانيين كيطلعوا البرلمان، كاين البرلماني اللي شرب لاصو 800 مليون و 600 مليون، كيفاش برلماني كيخسر في حمله مليار؟ كيفاش برلماني كيخسر في حمله 900 مليون؟ اشنو هو السبب اللي خلاه يخسر 900 مليون؟ هو انه عنده اهداف لداخل البرلمان باش يدوز بزاف الحوايج، باش ياخذ مكاسب كثيره فيها صفقات ديال الارض، فيها العقارات، فيها وفيها وفيها وفيها، وهذا الشيء كنعرفوا. اذا لا كان الشعب عاق واعي الان كيحدد، هو اللي كيحدد المسؤوليه ديالو شكون اللي كيمثلو داخل البرلمان. السلام عليكم. طبيعه العال، طبيعه الحال، طبيعه الحال عايشين فابور. كنتمناو من الله عز وجل يرفع علينا هذا الوباء، ونتمناو بانهم يشوفوا واحد الالتفاته في الشعب، بانهم كيمثلوا واحد الصوره وكيهضروا علينا حنا كولاد الشعب. يعني خاصهم يعطيو واحد الصوره لينا زوينه، باش حنا وقت اللي غيحتاجوا فيه ولاد الشعب كيلقاوهم في جنبهم. انتخابات مني كتجي اول حاجه شكون اللي كيدعم؟ الاحزاب، ولاد الشعب هما اللي كيخرجوا كيهلوا كيديروا ضجه على قبل الرئيس ديالهم. ومني كيجي الوقت المناسب اللي ولاد الشعب كيحتاج الرئيس ديالو كيستانف عليه او اللي كيطفي عليه التليفون، هذه مساله مساله اخرى. حنا المساله اللي بغينا يعني بغيناهم يكونوا رجال معانا، كيف حنا كنكونوا رجال معاهم حتى هما يكونوا رجال معانا. حيت علاش كنبقاو حيت اخرتها غير موت؟ وكيبقاو جوج الحوايج، يا اما تشد المنصب واعطي فيه كما ينبغي، يا اما خلي داك المنصب واعطيه لواحد اخر اللي غيستاهلو. من الاخر حنا مبقي انا بعد اصلا يعني ما غنداش نبغيش ندا نسميو داكشي، المهم ما علينا. كنتمنوا من الله بانهم يخدموا المصالح العامه على ما هي على ما يرام، ونتمنوا بلادنا بغيناها تزيد لقدام. ما بغيناش حنا الرؤساء اللي دازوا ديجا قبل يديروا يعني بغينا التغيير، والتغيير الحمد لله راه كنشوفوا التغيير، ماشي ما كنشوفوش، كاين واحد شويه ديال التغيير، شويه ماشي شي حاجه كثيره. ونتمنوا من الله عز وجل يرفع علينا هذا الوباء، ونتمنوا من البرلمانيين تقوا فينا وجه الله، تقوا فينا وجه الله، وحنا راه ديما معاكم. علاش كندعموكم؟ وميساج ديالي للبقاره، نتوما دوك البقاره راكم نتوما اللي كتدعموا دوك الاحزاب فابور،
هذه اول حاجه. ثاني حاجه كتخرجوا على شعب كاع اللي قدو على قبل التبقر هذيك التبقر هذيك الثمره القوريت ديالك كيقولوا لها واحد الاسم مريقي زعما بخلاصه مريقي يعني انت مريقي غير كتملق في ديك اللحظه تقدر تباع ب 100 ب 200 ولكن شوف المصير من هنا لخمس سنين اشنو غيكون المصير خاصو يكون فهمتي المصير خاصو خاصنا نكونوا كلنا في مصير واحد ما تباعش ب 100 ولا ب 200 عطي صوتك فابور ولكن اللي يستاهلوا من الاخر